مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة من برنامج من وول ستريت. هذه الحلقة حلقة خاصة نقدمها لحضراتكم من داخل مبنى صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمناسبة اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، والتي تم خلالها استعراض دور المؤسسات الدولية في تحفيز الاقتصاد في ظل أزمة اقتصادية عالمية طاحنة لم يسبق لها مثيل منذ الثلاثينيات من القرن الماضي. ضيف هذه الحلقة هو الدكتور يوسف بطرس غالي، هو وزير المالية المصري، وهو رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي. قبل أن نبدأ الحديث عن المؤتمر وفعاليات المؤتمر، نبدأ عن موضوع قد غير محبب لدى الناس عادة في كل مكان في العالم، وهو الضرائب. هناك دول الآن ترفع الضرائب على الدخول المرتفع، الولايات المتحدة رفعتها، بريطانيا رفعتها، دول تخفض الضرائب. ما رأيك كوزير للمالية وكمهندس لنظام الضرائب الجديد في مصر في الضرائب؟ كيف تستخدم في أوقات الأزمات الاقتصادية؟ شوف، رفع أو تخفيض الضرائب على الأغنياء بيعتمد بالدرجة الأولى على طبيعة الاقتصاد اللي أنت بتتكلم فيه. إذا كان الغالبية أو جزء كبير من الطبقة الاجتماعية من الأغنياء، فطبعا رفع الضريبة هيجيب حصيل. وإذا كانت الاقتصاد، إذا كان الاقتصاد اقتصاد ناضج زي الولايات المتحدة، زي بريطانيا، مش اقتصاد نامي زينا، ده مش هيأثر على معدلات الاستثمار. في اقتصادات أخرى زي مصر، وحيث إنه الاقتصاد بيبقى نامي ولسه بيبني نفسه، أثر رفع الضرائب على الدخول العالية أولا ما بيجيبش حصيلة، لأن ما فيش دخول عالية كتير، في لكن مش كتار. اتنين، بيأثر على الاستثمار، لأن اللي بيستثمر هو أصحاب الدخول العالي، واللي بيحرك الاستثمارات مش شرط بيستثمر فلوسه هو، لكن اللي بيحرك الاستثمارات هم أصحاب الدخول العالية، وبالتالي هيكون الأثر على الاستثمار أكبر بكتير من الأثر على الحصيلة، وفي النهاية هتطلع أنت خسران. السياسات بتمشي في دول ما تمشيش في دول تانية. النقطة التانية انه اثناء الازمات الضرائب بتعتبر موازن تلقائي، يعني لما يحصل في ازمة وينخفض نشاط الاقتصادي حصيلة الضرائب بتقل، يعني الناس بتدفع اقل، وبالتالي بتريح المجتمع بانها بتاخد اقل ضرائب اقل، وبالتالي بتعتد بالخسائر. وفي السنوات اللي بعديها لما يبتدي الاقتصاد بيقوم، انت بترحل الخسائر، وبالتالي بتخفض من عبء الضريبه وبتساعدك على انك تقوم تاني. نتحدث عن المؤتمر الان، عن المؤتمر الحالي الان، وعن الازمه الاقتصاديه الحاليه. هناك راي يقول ان الحكومات يجب ان تنفق المزيد، راي يقول ما تم انفاقه كافي وهذا سوف يسبب عجز كبير في الميزانيات. أنت مع أي رأي فيهم ولماذا؟ مش حكاية مع رأي، برضو مرة أخرى بنتكلم عن اقتصادات مختلفة. في اقتصادات في نظام تلقائي للإنفاق لما يحصل أزمة، يعني مثلا اقتصادات عندها تأمين بطالة، أول ما تزيد البطالة تلاقي فلوس تبتدي تطلع على طول، وبالتالي ده إنفاق تلقائي، ما أنتش محتاج قرار عشان تاخده، لكن بيطلع. في اقتصادات تانية ما فيهاش الحتة دي، فهتضطر هي تاخد قرار انها تصرف الفلوس دي، فبيبان عند واحد انه خد قرار كبير، في حين انه بيبان عند التاني انه ما خدش قرار كبير، لانه جزء من قراره تلقائي بيجي اوتوماتيك. وبالتالي مش حكاية الانفاق، الحكاية كل دولة لها خصوصيتها. في دول عندها مجال الدين الداخلي بتاعها بيسمح لها ممكن تصرف، في دول تانية ما عندهاش على الحرف، لو صرفت اكتر هتخش في مشاكل اكتر وبالتالي ما بتصرفش. فكل دولة على حسب الأحوال اللي هي فيها. بالنسبة للدول الغنية والدول الصناعية، حتى هناك في رأيين مختلفين. أوروبا تقول أنه كفاية الإنفاق، الولايات المتحدة تقول ننفق. بالنسبة للدول أوروبا الغنية عندها الجزء التلقائي ده. أوروبا تأمين البطالة كبير قوي، مبالغ كبير، في حين أن أمريكا تأمين البطالة بيقعد 6 أشهر، مبلغ صغير، فتفرق. يقول لك إحنا أوريدي بننفق على الانعاش، وبالتالي مش محتاجين نضيف عليه كتير. بالنسبة للاقتصادات النامية زي مصر، هل تتطلب المسألة أن تنفق الحكومة خطط لتحفيز الاقتصاد مثل ما طبعا وأنفقنا في العام المالي الحالي 15 مليار، ومجهزين 15 مليار للعام المالي القادم عشان
ينشط الاقتصاد. احنا عندنا مجال عملنا اصلاحات في الاقتصاد، وبالتالي قادرين على ان احنا نزيد من الانفاق بعض الشيء عشان نحارب الكساد اللي جاي لنا من بره. الانفاق في اي مجالات؟ هيكون في مشروعات، في الاستثمار، في مشروعات بنيه اساسيه، في دعم التصدير، في دعم الانتاج، في دعم المناطق الصناعيه، في دعم الاستثمار، كلها حاجات بتساعد على خلق فرص عمل اضافيه. ولكن كيف سيؤثر هذا على عجز الموازنه؟ ده بيزوده طبعا. هيزوده. طبعا. هل هناك طرق لعلاج؟ لما هنطلع من الازمه دي ان شاء الله هيبقى قدره الاقتصاد على النمو اعلى. فبدل ما كان بينمو ب7 7.5 هينمو ب8.5 يمكن ب9. الفرق ده هيستوعب الاقتراض الاضافي اللي احنا عملناه. وزيرة الاقتصاد الفرنسية اليوم قالت انها لديها قلق شديد بسبب عدم تنفيذ القرارات، يعني قالت ان القرارات التي اتخذت بشان تحفيز الاقتصاد العالمي جيدة، سياسات جيدة، لديها قلق بشان التنفيذ. هل المؤسسات الدولية هتبدأ في تنفيذ هذا؟ هل الدول التي قررت ان تقدم قروض لصندوق النقد وتقدم تمويل لصندوق، هل بدأ هذا؟ لا، صندوق النقد استطاع انه يجمع قرب 400 مليار لحد دلوقتي من 500 كان المفروض يجمع. الفلوس دخلت فعلا؟ لا ما دخلتش. لكن في ناس ارتبطت انها هتدي له الفلوس. الوحيد اللي مضى اتفاق هو اليابان بقرض 100 مليار دولار. دول تانية ارتبطت، اوروبا ارتبطت ب 100، عدد من الدول يعني وصل تقريبا ل 370 400 مليار دولار. فوصل الفلوس دخل، يعني في ارتباطات بهذه المبالغ. كرئيس للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، وهذه اللجنة تراجع ما حدث في خلال الفترة الماضية، ما هو وضع الاقتصاد العالمي؟ كيف أدى الصندوق والبنك الدولي الدور المطلوب منهم؟ شوف، وضع الاقتصاد العالمي احنا ما زلنا في أزمة، وما زالت الأزمة طاحنة، لكن في بوادر انفراج، ما زالت الحاجات بتنخفض، وما زالت معدلات النمو بالسالب، والربع ده هتبقى بالسالب، والربع الجاي هتبقى بالسالب، واللي بعديه هتبقى بالسالب، لكن السلبيه بتقل. يعني اللي كان ناقص 7 في الدول المتقدمه معدل النمو في الربع اللي فات كان ناقص 7، في الربع ده يعني يناير لمارس هيبقى في حدود ناقص 6 ناقص 7، اللي بعديه هيبقى ناقص 3 ناقص 4، اللي بعديه يمكن يبقى 0. فلسه الامور بتتدهور، لكن بتتدهور بمعدلات اقل، لحد ما ان شاء الله في الربع الثالث او يمكن الربع الرابع بدل ما كلها تبقى بالسالب هنبتدي نوصل بالصفر، ويمكن في الربع الرابع بعض الاقتصادات المتقدمه تبتدي تبين معدل ايجابي، يعني زائد نص زائد واحد. فابتدينا نشوف نهايه الازمه الطاحنه. كثير من الناس يقولون ان الاقتصادات او المؤشرات التي صدرت عن مؤسسات دولية تقول ان الاقتصاد بالسالب في الدول الغنية، وبالموجب في الدول الفقيرة او في الدول، عفوا، بالسالب في الدول الغنية وبالموجب في الدول النامية. شيء محير. هل لا، مش محير. الدول النامية معدلات النمو فيها 7 و8 و9 و10، الصين كانت بتوصل 12. السبب؟ السبب انها دول نامية فقدرتها على النمو اكبر. زي طفل صغير، لما هتبص على طفل صغير بيكبر قد ايه، بيحط وزن اضافي قد ايه الى اخره، هتلاقيه بيكبر اكبر بكتير من حد عنده 22 23 سنه، فقدرتها على النمو اكبر. دي دول بتنمو ب 8 و9، الصين بتنمو 8 و9، كون الصين النهارده بتنمو ب4 معناته انهيار في معدل النمو، فكله نسبي. يعني الولايات المتحده لما تنمو ب4 وتنزل 4 نقط هتوصل للصفر، الصين لما تنزل 4 نقط هتوصل ل8، فكله نسبي. دكتور يوسف بطرس غالي، كوزير للمالية الآن، الكثير يلومون على القواعد المنظمة وعلى الحرية التي كانت مطلقة بالنسبة للبنوك الأمريكية فيما حدث الآن، بدأت من هناك. هل أنت ترى أن القواعد المنظمة لعمل البنوك وأسواق المال العالمية تحتاج الى اعاده نظر؟ طبعا، وكلهم اعترفوا بهذا. وفي اي نقاط كلهم اعترفوا بهذا. المشكله ما كانتش في البنوك الامريكيه، المشكله كانت في بعض الادوات اللي ما كانتش مراقبه سليمه، وبعض المؤسسات الغير مصرفيه اللي ما هياش بنوك ما كانتش مراقبه سليمه،
وبعض المؤسسات بتاعت التقييم ما كانتش مراقبة مراقبة سليمة. فالمشكلة ما كانتش في البنوك، المشكلة ظهرت في البنوك فيما بعد، لكن المشكلة كانت في خارج البنوك، إن في مؤسسات تانية ما كانوش بيراقبوها زي ما بيراقبوا البنوك، وكان في أدوات مالية تانية من التعقيد ما حدش كان فاهم ماشية إزاي، وبالتالي الناس استثمرت فيها من غير ما تفكر في المخاطر اللي مربوطة بهذه الأدوات. فكل ده بيتغير، أدركوا إن محتاجين رقابة أدق، أدركوا إنهم محتاجين رقابة أكثر قربا، وأدركوا إنهم لازم الرقابة دي تشمل كل المؤسسات المالية مش بس البنوك. هل من الممكن أن تشديد قواعد الرقابة في الدول الصناعية والدول الغنية أن يؤدي إلى مخاوف الدول النامية من أن تحرر قطاعات البنوك كما يحدث في مصر؟ كان التحرير هو الاتجاه السائد، هل ممكن أن يقل هذا قليلا بسبب ما حدث نتيجة الحرية المطلقة؟ المشكلة مش في التحرير، المشكلة في الرقابة. أكثر القطاعات تحررا المصرفية في الولايات المتحدة، وأكثر القطاعات مراقبة في الولايات المتحدة هو الجهاز المصرفي. فبقول لسعادتك المشكلة ظهرت في خارج الجهاز المصرفي، رجعت سمعت جوه البنوك لكن ظهرت بره من أدوات كانت بتتداول بره البنوك والبنوك استثمرت فيها. فلا ملوش دعوة بتحرير الجهاز المصرفي ما دام عندك جهاز رقابي قوي خلاص. هل بدأت الدول النامية ومنها مصر الإحساس بالأزمة الاقتصادية العالمية والكساد العالمي بالفعل وما هي الإجراءات التي تتخذ الآن لمنع الكساد إلى أن يصل إلى درجة خطيرة في تلك الدول؟ ما تقدرش تمنع، ممكن تخفف من أثر، والبرنامج التنشيط اللي احنا عاملينه في مصر من الأدوات اللي احنا بنستخدمها عشان نخفف من أثر هذا الانكماش على الاقتصاد المصري. هل كي تبدأ اقتصادات الدول النامية في النمو مرة أخرى بشكل جيد لابد أن يبدأ النمو في الولايات المتحدة والدول الصناعية؟ لازم يبدأ في الدول الصناعية لأن هم اللي بيستوردوا مننا، وإحنا النشاط بتاعنا انخفض لأنه بطلوا يستوردوا مننا سواء سلع أو خدمات. فأول ما هم هيقوموا إحنا هنقوم وراه. طبعا بنحاول إن إحنا نقوم الاقتصاد من الداخل، إن نخلي اللي يصرف على السلع والخدمات مصريين بدال أجانب، لكن مش هنقدر نستوعب كل اللي كان بيصرفه الأجانب، ففي جزء من الأثر هيعتمد على إن الاقتصادات اللي بره تطلع. من خلال هذا المؤتمر في الفترة القادمة دور البنك الدولي صندوق النقد الدولي ملامح ما سيقوم به من مساعدة الدول النامية والفقيرة؟ هيبقى دور أهم بكتير، هيبقى عندهم موارد أكتر بكتير، وهيبقى طريقة إدارتهم أكثر تجانسا مع سمات القرن 21. دكتور يوسف بطرس غالي رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ووزير المالية المصري، شكرا. شكرا، شاكرين. نتوجه إلى فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة هذه الحلقة الخاصة من برنامج من وول ستريت. أهلا بكم مرة أخرى وهذه الحلقة من برنامج من وول ستريت، ومعي الدكتور باتريشيا دي جينارو من جامعة نيويورك. ويلكم ان اور شو. ثانك يو. هاو دو يو سي ذا رول اوف ذا اي ام اف اند ذا وورلد بانك دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في should be a different role. هل يجب ان يختلف هذا الدور؟ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي القروض انخفضت وهذان يحاولان ان يثبتا نفسهما في وقت الازمات. السبب أنهما لا يستخدمان الأموال المتوفرة من أجل دعم بعض الأسواق الصاعدة التي تعاني من أزمات. كما تطلبهم الدول يطلبون المزيد من الأموال من صندوق النقد الدولي مع تراجع أسعار النفط. هناك نمو سلبي الآن وبالتالي لا يبدو أنهما يمكن أن توفر الأموال في هذا الوقت، ربما يتوقعان أن يستعيد العافية مع النمو ولكن النمو لا يزال 1.5 إلى 2%. أعتقد
أنه سيكون من الصعب أن يطلب منهما أن يطلب من هذه الدول أن تعطي أموال إلى صندوق النقد الدولي، وقبل أن يقرروا هذا فيجب أو هذه فكرة جيدة أن يطلب منهم ذلك أو أن يقال لهم كيف يمكن استخدام هذه الأموال وكيف توزع. الدول العربية على وجه التحديد ربما الدول النفطية ستجد أفضل أسباب أفضل لإعطاء المال. المقياس الذي يجب أن يعتمد من قبل البنك والصندوق لتصل الأموال إلى الاتجاه الصحيح؟ من الواضح أن أنهما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فقد بعض الشرعية في العالم، وذلك لأنه لا توجد محاسبة أو مساءلة أو عملية إشراف على كيفية توزيع الأموال. المال يصل إلى البنك المركزي في البلد، ثم الإجراءات البيروقراطية تعرقل توصيله، وليس من الواضح أن المال يتوجه فعلا إلى الناس الذين يحتاجون إليه. وبالتالي إذا هذا التريليون من الدولارات إذا أردنا له أن يتحرك، فيجب أن تكون هناك وسائل إشراف ورقابة للتأكد من أن الأموال هذه لا تعرقل من قبل البيروقراطية، وعندها يمكن أن يكون هناك الكثير من الفساد الناجم عن البيروقراطية. كان هناك كلام عن زيادة أصوات وتأثير الدول الناشئة في المؤسسات المالية الدولية، وهذا الكلام بدأ منذ فترة طويلة ولكن لم يطبق في كل الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك. أعتقد أننا نفهم أنه عندما تكون الدول لها قوة فإنها لا تريد أن تتخلى عنها، وأن ولكن العالم تغير الآن، هناك الصين والبرازيل. نعم، العالم تغير وهناك طلب للمال من هذه الدول، وكانت هناك نقاشات بشأن الهند والصين وشرائهما لسندات من صندوق النقد الدولي، وهذا يعني قرض ثم يعاد هذا القرض مع الأرباح أو الفوائد. العالم يتغير وعلينا أن نقوم بالعمل بطريقة مختلفة، علينا أن ننظر على الأطراف بشكل متساو، ويجب أن تكون هناك مساواة بدلا من أن نقول أننا سنعطي قوة أكثر لهذا أو لذاك. يجب أن تكون هناك استدامة وتنمية اقتصادية في الدول، والأمر لا يعود للدول الكبرى أن تمنح هذه القوة وأن تكون لها قوة على الآخرين. هذه الأزمة بدأت بالمصارف، والجميع قال إنه من الضروري أن نصلح الأنظمة المصرفية في العالم. كيف ترين الصورة العامة؟ كيف يمكن إصلاح المصارف وقطاع المصارف؟ أعتقد أن من المهم أن نقرر كيفية تسيير الأعمال. لماذا نقوم بهذه الأعمال؟ هل هذا لمصلحتنا؟ لماذا ندير البنوك ونمنح القروض إلى الناس؟ هذا من مصلحة الجميع. يجب أن نبحث عن طرق خلاقة للنظر عن كيفية تحقيق التقدم الاقتصادي. ليست المسألة عوائد على الاستثمار أو ما هو حجم المال الذي أستطيع أن أحققه، وإنما المسألة هي كيف يمكن لي أن أساهم ماليا وأن أوفر عمل أفضل للمجتمع وإنتاج أفضل للطاقة ومساعدة التغير المناخي العالمي، وأيضا ربما أزمة إنفلونزا الخنازير. ربما نستثمر في مجالات اللقاحات لهذه الأمراض أو العقاقير الطبية لهذه الأمراض. لا يجب أن تكون هناك أنانية، يجب أن نساعد المجتمعات وأن نقيس النجاح ليس فقط بالمال. فلنتكلم عن دول الشرق الأوسط ثم الدول النفطية. ما هو أثر الأزمة المالية على هذه الدول وكم ستطول؟ دول الشرق الأوسطية تواجه قضايا اقتصادية صعبة، هناك معدلات بطالة عالية، وبالتالي هناك معدل 19 أو 12% نسبة البطالة.
وكي تكون هناك أزمة اقتصادية مستمرة، فهذا سيزيد من معدل البطالة ويلقي أعباء إضافية على الدول، لأن عليها أن تجد طرقا لإطعام هؤلاء الناس والتأكد من احتفاظهم بالمهارات، بحيث أن الاقتصاد عندما يستعيد عافيته تتوفر لهم الوظائف. نعم، الأزمة تؤثر على هذه الدول ربما أكثر من دول الخليج، لأنها لا تمتلك الموارد، والكثير من هذه الدول فيها أو لها عمال يعملون في الخارج. الأزمة تعيد هؤلاء العمال إلى البلدان، وسيكون هناك عبء إضافي. فما هو الآن موقف المؤسسات المالية الدولية لمساعدة هذه الدول؟ ما الذي يجب أن تفعله هذه المؤسسات للمساعدة؟ هنا نحن نعود إلى أن هناك دول قالت أنها ستساهم بالمال. السؤال كيف ستستعمل هذه الأموال؟ هل سنتأكد أنها ستصل إلى الناس؟ والذين ربما ندفع لهم كي يطوروا مهارات جديدة، يحصلون على درجات من الماجستير مثلا. هل تعتقد أن استعادة عافية الاقتصاد العالمي ستبدأ هذه السنة أو تبدأ من هنا؟ إنها مشكلة عالمية الآن، علينا أن نتوحد وأن نقرر عمل أشياء أفضل في كل دولة. صندوق النقد الدولي، وهذا ما نتحدث عنه، قال أنه ليس له اهتمام، أو سيكون له اهتمام مختلف ونظم توزيع مختلفة. نريد من نظم التوزيع المختلفة أن تساعد. هناك دفع من إدارة أوباما في هذا الاتجاه، سوف نرى ما هي الخطوات التالية. والآن هل Do you believe that the measures taken by these institutions, هل تعتقد أن هذه التدابير كافية لإصلاح هذه المؤسسات وهي في الاتجاه الصحيح؟ الإصلاح جاء من إدارتين، إحدى الإدارتين كانت غير منخرطة. عندما جاءت الإدارة الأخرى لم يكن باستطاعتها أن تبدأ الانخراط فورا. أعتقد أن الشيء الجيد هو أنهم ينظرون على كيفية مساعدة الناس على الاحتفاظ ببيوتهم، ولكن هناك حاجة لتوصيل الأموال إلى الناس الذين لا يزالون يعتمدون على البنوك. لو كنا سنساعد البنوك مثل جي بي مورغان بالمال، فعلينا أن نأخذ هذا المال وأن نستخدمه في مساعدة الناس مباشرة كي يقفوا على أقدامهم من جديد. شكرا لك باتريسيا دي جينارو لوقتك ولهذه المقابلة.